هيا روح اقلبها اقلبها بعد يا خويا رانا جبنا لك هذه باش فهمت ما نسموش كاع فيك حنا خويا تقعد خونا فهمت قدمتك تي لكرة القدم الجزائرية وسي مهدي كان هداف تاع الفريق الوطني وحنا من باب التضامن في هذا اليوم تاع رمضان في هذا اليوم تاع عيد الأضحى يعني يوم مبارك قدماء كرة القدم الجزائرية ولاعبي مدير وهران تاع الفريق الوطني والحكم الدولي فكرنا خونا مهدي وندعو له بالشفاء في هذا اليوم ان شاء الله وان شاء الله كاع الجمعيات القدامى تاع اللاعبين على المستوى الوطني سي تان ميساج باش تفكروا سواء الرياضيين سواء المسيرين سواء كاع الناس اللي خدموا في تطوير كره القدم الجزائريه باش يتفكروا باش يتفكروا لي كيما المهدي كيما هكا باسكو ماشي المهم كيفاش نعيد المهم الزياره والسند المعنوي في هذا ان شاء الله الشفاء والعاجل سي بون داليا تاع الاحتراف مرحبا ولا كوب يعطيها لك بن شهاب تاع الحنصر ان شاء الله هذه عملت فيها منك يعني مهدي كان احسن سفير لكره القدم وهدف البطوله لموسمين وشخصيه رياضيه كبيره عطاك كثير لكره القدم الجزائريه والله رضياز يعني ما ننسوش قضاء ابو المساكين اللي راه يكرم كل اللاعبين القدامى يعني لا نقولوا بلي المولوديه سمحت في ابنائها ما الحمد لله راه عندنا رجال اللي راهم يعني يخدموا في الخفاء ويمدوا من القلب والى القلب وعلى راسهم السيد قادة يعني هنيئا الف مبروك وليك انت انت ثاني سفير تاع كره القدم الجزائري وما صادير راني قاعد من جسمك كنا نهضر لا سيربريز هادي صادير لي جاوني لا رادياز وداروا لي هادي لا سيربريز هادي ان شاء الله كاع ما ننساهمش وما ننساش خويا حنصاره معاهم وشي سالم بشيحه فوسي وكاع لي راهم معنا هنايا وراني فرحان بزاف وان شاء الله نبراو ونولي في الميدان ان شاء الله ان شاء الله وهذا سي تان بون جيست انايا والله نفرح صادير انا ماشي زعما مشيت غير عندي هنايا جيت راني نشوفك في التلفزيون صادير دير خير كبير بارك الله في خويا قضاء وان شاء الله لا يدومها كيما هكا ان شاء الله انا الحمد لله انا جو باس لو بونجور ا تو لي زونسيان جوار سي تو لي زونسيان جوار صحابي تاع بكري كاع تاع الجيري تشوف ان شاء الله المباراه ونولي في الميدان ان شاء الله ربي يشافينا المهدي خويا امين ربي يشافينا المهدي خويا امين 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 ان شاء الله اي صحيح Voilà.
نحن جد مسرورين اليوم بالعمل التضامني الكبير اللي قمنا به. تفكرنا اللاعبين القدامى اللي راهم يعني محتاجين المساعدة اليوم، كما مهدي لاعب مولودية وهران والهداف يعني اللي قدم لكرة القدم الوهرانية والجزائرية. تفكرنا كذلك عائلة زكري حارس سابق الاتحاد العام بميضة سنوات الثمانينات بولاية أم البواقي. كذلك كانت عنا يعني زيارات للأطفال المسعفين وديار العجزة. الحمد لله يعني احنا نتمنى الجميع أفراد المجتمع المدني والجمعيات وجمعيات قدماء اللاعبين كذلك وكله من ينجم يمد الخير باش هذه المناسبة يتفكروا الناس اللي هم يحتاجوا المساعدة. هي ما راهيش هدف تاع باش تقدم أضحية العيد أو تقدم مساعدة مادية، لكن الزيارة واحد يتفكر الناس اللي خدموا كرة القدم الجزائرية اللي خدموا الرياضة. كذلك الزيارات هادو يعني تعطي فرصة باش نبينوا كذلك بين الجزائريين في وقت اللي يعني تاع الفرحة يكونوا متحدين بعضهم بعض ويصنعوا ممكن من العسر يصنعوا اليسر. وهذا إن شاء الله يعني من أهداف جمعية راديوس.